السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في قناتكم قناة إجراك تي دي زاد لأهم أخبار الجزائر اليوم. اليوم متابعين الكرام هنالك قرارات وإنجازات مهمة جدا تحققها الجزائر الآن على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي. الجزائر بعد تحركاتها الكثيفة في مجلس الأمن ودعمها القوي للقضية الفلسطينية أخيرا تنجح جهود الجزائر، حيث تم اعتماد قرار تاريخي من قبل 124 دولة أيدت القرار الجزائري. وطبعا هنالك الدول اعترضت على القرار الجزائري كالعادة، وهي كعادتها أعدادها تعد على الأصابع، ومنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي ليست معروفة أصلا. ومن شدة فرح مندوبي فلسطين لدى الأمم المتحدة يعانق بحرارة سفير عمار بن جامع الجزائري بعد هذا القرار التاريخي. إذن عندنا ضغوطات التي تمارسها الجزائر في مجلس الأمن على الدول العالم وعلى الدول الأعضاء تأتي ثمارها أخيرا، وبعد قليل سنشاهد مع بعض متابعين الكرام قائمة للدول التي أيدت القرار الجزائري بوقف إطلاق النار في غزة، والدول التي عارضت هذا القرار، وأيضا الدول التي امتنعت عن التصويت. أيضا في الأخبار، الجزائر تتخذ قرارا مهما جدا، السلطات الجزائرية تتخذ هذا القرار، تقوم بترحيل عدد ضخم جدا من المراكة الذين يقيمون في الجزائر بسبب نشاطهم الكثيف والمشبوح وتهريبهم لكمية كبيرة جدا من الممنوعات وإدخالها نحو الحدود الجزائرية. فالجزائر تشدد الحراسة وتقوم بطرد هؤلاء المجرمين من الأراضي الجزائرية، وهذا القرار أتى استجابة للمطالب الشعب الجزائري الذي طالب فيها بترحيل المملكة جميعا من دون استثناء. قرار في غاية الأهمية، وسنعرف متابعين الكرام المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع المهم. أيضا في المجال الاقتصادي، لدينا دولة غربية تريد الاستثمار وتطوير علاقتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، وهي بريطانيا. كما ترون ماذا يقول هذا الخبر؟ بريطانيا تؤكد استعدادها للاستثمار في الجزائر وتطوير المبادلات التجارية. يعني هم الغرب، الدول الغربية الآن أدركوا أن للجزائر مؤهلات وقدرة كبيرة جدا في عالم التجارة، خاصة بعد نجاح منتوجاتها المحلية بشكل مبهر في دولهم، وكما شهدنا منتوج المرجان الذي لاقى رواجا كبيرا في الأسواق الأوروبية. فيخرج اليوم وزير الأول البريطاني كاير سترايمر يصرح بأن دولته مستعدة للاستثمار مع الجزائر. الآن متابعين الكرام لدي لكم سؤال مهم جدا، كيف ترون هذا التعاون؟ هل ترون بأنه مفيد للجزائر وهو أمر جيد في شراكتها مع بريطانيا، أم تفضلون الاستثمارات الأجنبية مع دول أخرى مثل الصين وروسيا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات متابعين الكرام حول هذا الموضوع. وفي الأخير متابعين الكرام سنتكلم قليلا عن أبرز التطورات حول الهجوم العنيف الذي حصل البارحة والذي حدث ضد لبنان وتفجير أجهزة البيجر، وأصيب أكثر من 3000 شخص حسب آخر الأرقام. اليوم هنالك تفاصيل جديدة لهذه العملية المعقدة جدا والاستخباراتية، بحيث هذه الأجهزة يتم تصنيعها في تايوان، وأيضا يقول صاحب الشركة في تايوان أن هناك شركة في المجر وتحديدا في دولة أوروبية وقعت عقدا معهم من أجل ترخيص إنتاج هذه المنتوجات باسم العلامة التايوانية. ويقول صاحب الشركة أن التلاعب في هذه الأجهزة جاء من شركة أوروبية التي هي تابعة للموساد الإسرائيلي. تفاصيل مهمة متابعين الكرام سنشاهد رئيس الشركة التايوانية يطالب بتعويض مليار دولار أمريكي من الكيان الإسرائيلي من أجل تعويضه، ويقول بأنه سيقاضيها أمام المحاكم الدولية بسبب هذه الانتهاكات الخطيرة لبنود الاتفاقية بينهما. فكانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم من هذا. قبل أن نتطرق للتفاصيل من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. كما ترون أعزائي المشاهدين، هذا هو الخبر الذي يتحدث عن نجاح القرار الجزائري في مجلس الأمن. كما تعلمون البارحة كان هنالك محاضرة ألقاها عمار بن جامع مندوب الجزائر في مجلس الأمن، وقال فيها أن هنالك جرائم فظيعة ترتكب هناك في الأراضي الفلسطينية، وبعد جهود حثيثة من الجزائر اعتماد قرار تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية خلال عام. وبالفعل متابعينا الكرام، هذه القائمة اللي راكم تشوفوها الآن في هذه الصورة اللي راهي موضحة باللون الأخضر، هي الدول التي أيدت القرار الجزائري كما ترون. يعني بلغ عدد هذه الدول 124 دولة أيدت القرار الجزائري، فيما هنالك 14 دولة اعترضت على القرار الجزائري. ونعلم جميعا هذه الدول كما ترون الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة، هنالك الكيان الإسرائيلي وبعض الدول التي في الحقيقة ليست معروفة إطلاقا. يعني هل سمعتوا في حياتكم دولة تسمى تونغا؟ يعني بعض الدول ليست معروفة اعترضت على القرار الجزائري. أما باللون الأصفر متابعين الكرام كما ترون وكما هو موضح في هذه القائمة، هي الدول التي امتنعت عن التصويت مثل هندي وإيطاليا وكثير من الدول الأخرى. فهذا متابعين الكرام القرار الجزائري. وهنالك بعد هذا القرار مباشرة كما ترون في هذا الفيديو مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يعانق بحرارة السفير عمار بن جامع، مرددا العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة راح تيجي كما ستشاهدون وتسمعون في هذا الفيديو. رئيس أكبر إنه وانتو في مجلس الأمن العضوية راح تيجي إن شاء الله. شكرا. أما في قرار آخر متابعين الكرام، السلطات الجزائرية اتخذت قرار في غاية الجرأة وفي غاية الأهمية. السلطات الجزائرية حسب آخر الأخبار ترحل عشرات الرعايا الحاملين للجنسية المغربية المتورطين في قضايا مخدرات وهجرة بعد استنفاذ عقوباتهم، وتفتح معبر العقيد لطفي استثنائيا لتسليمهم لسلطات النظام المخزن المغربي الذي استقبلهم عبر معبر زجبغال على الجانب المغربي. فهذا القرار متابعين الكرام في غاية الأهمية، لأن الجزائر الآن تقوم بترحيل المجرمين والذين قد يسببون مشكلة كبيرة جدا في المجتمع الجزائري، وتقوم بترحيلهم إلى بلادهم. فما رأيكم متابعين الكرام في القرار الجزائري الذي اتخذته ضد المغاربة الذين يقيمون في الجزائر؟ أما في آخر الأخبار والتطورات متابعين الكرام بخصوص عملية التفجير أجهزة البيجر على عناصر حزب الله، والتي يقال حسب الأرقام والإحصائيات أنها أصيبت أكثر من 3000 شخص من عناصر حزب الله. كما ترون عاجل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أبولو الذهبي التايواني أنه سيبدأ إجراءات مقاضاة إسرائيل. قال المؤسس هاسو تشينغ هوانغ للصحفيين أن شركته لم تصنع أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان. أعلن أنه ستطلق شركة جودل أبولو دعوى قضائية بقيمة مليار دولار أمريكي ضد الحكومة الإسرائيلية بعد أن اعترفوا بأن الموساد هو الذي زرع المتفجرات في الأجهزة. يعني حسب تصريحات رئيس الشركة يقول أنه الشركة التايوانية ورئيس الشركة لم يكونوا على علم بهذه العملية، فهنالك الشركة الإسرائيلية هي من قامت بإحداث تغييرات على هذه الأجهزة، وقاموا بزرع متفجرات صغيرة جدا على الأجهزة وقاموا بإرسالها إلى لبنان مما أدت إلى الانفجار. وهذا مخطط للمخابرات الصهيونية والموساد، ويقول أنه مستعد لمقاضاة الكيان الإسرائيلي بمبلغ مليار دولار. أيضا متابعين الكرام بخصوص آخر التطورات الحرب التي تحدث هناك، هنالك الجيش الإسرائيلي يقول بأنه مستعد لغزو لبنان، وهذا الفيديو نشره الجيش الصهيوني للدبابات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية. فكيف سيكون رد حزب الله هذه الأيام، خصوصا بعد الهجمات القوية التي تعرض لها في خلال هذا الأسبوع وتفجير تلك الأجهزة على عناصره؟ أعزائي المشاهدين، بخصوص تفجير تلك الأجهزة وهي أجهزة البيجر التي هي مخطط أمريكي ومخطط إسرائيلي، تخرج زخروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية تقول إذا سكت الغرب على هذه العملية فهذا يعني اشتراكهم المباشر في الموضوع. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا تؤكد لآرتي أن التفجيرات أجهزة البيجر في لبنان عمل إرهابي جرى التخطيط له بدم بارد، كما ستشاهدون متابعين الكرام وتسمعون ما تقوله ماريا زخروفا حول هذا الموضوع. Сожалеем, это не то слово даже, мы искренне сочувствуем, сопереживаем народу Ливана, потому что массированность атаки, по большому счету, мне кажется, свидетельствует о том, что это коснулось, ну, практически, наверное, каждой семьи. У кого-то знакомые пострадали, у кого-то родственники. Поэтому мы сопереживаем, сочувствуем всем, кто переживает сейчас
вливания, то есть последствия этой страшной трагедии. أما في خبر آخر متابعين الكرام هنالك اقتراح مهم جدا يجب على السلطات والدولة الجزائرية أن تباشر في هذا الموضوع بحيث أن هنالك الجزائر بحاجة لمقر جديد لوزارة الدفاع بتحصينات تحتية ودفاعات جوية يجمع كل الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية ومكاتب دراسة ومراكز مراقبة وتسير الأزمات بتقنية متطورة وحديثة ومرتبطة ببعضها وإشراك الذكاء الصناعي في التنسيق مع إنشاء خلية عمل كالبنتاغون قريبة من المقر. فما رأيكم متابعين الكرام في هذا القرار؟ أنا أؤيد هذا القرار بشكل تام وبشكل كبير. وأنتم متابعين الكرام ما هو رأيكم في التعليقات؟ اكتبوا لكم في التعليقات حول هذا القرار. أما في خبر آخر متابعين الكرام هنالك فيديو مؤسف جدا ويجب أن ننشره معكم لتشاهدوا الفساد الكبير الذي يقوم به بعض التجار الفجار ورميهم لنعمة الله وخاصة فواكه مثل العنب والإجاص والتفاح. تجار يتخلصون من كمية كبيرة من العنب، ما الذي يحدث ولماذا؟ في الحقيقة متابعين الكرام هذه السنة حسب الأرقام والإحصائيات تقول بأن الجزائر أنتجت كمية كبيرة جدا من العنب، فيقوم هؤلاء التجار برمي الفاكهة فاكهة العنب من أجل أن تبقى أسعارها مرتفعة وأن لا تنخفض في السوق، وهذا راجع لقاعدة العرض والطلب والعكس. شاهدوا متابعين الكرام في هذا الفيديو. السلام عليكم. ليك لا متربيك شي مرميه هذا ليك العنب الناس مشتاقه عرجونا علب ليك العنب وراه مرميه ليك الشعب شت العنب الناس مشتاقه كيلو عنب ولا ليك لا متربيك شي يرموها عليك ويبيعوها شي الزوالي ولا يعطوها له أعزائي المشاهدين في فيديو آخر هنالك المؤتمر العالمي كاستيك يقول سوناطراك الجزائر تمتلك المقومات لتصبح مركزا عالميا للهيدروجين الأخضر كما ستشاهدون في هذا الفيديو. أكد الرئيس والمدير العام لمجموعة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي على التزام المجموعة بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وخلال مشاركته في جلسة نقاش لمؤتمر غاستيك العالمي قدم حشيشي رؤية شاملة على الاستراتيجيات المتبعة من طرف سوناطراك للحد من البصمة الكربونية، مشيرا إلى امتلاك الجزائر مزايا تؤهلها لتصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. واعتبر حشيشي أن الغاز الطبيعي أنظف موارد المحروقات. أما في خبر آخر متابعين الكرام هنالك يظهر أحد المواطنين الجزائريين يقوم فيها بإظهار أحد المصانع الضخمة في الجزائر، يقول بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حينما كان وزيرا للصناعة قام بقرار بإنشاء هذا المصنع الضخم، أكبر مصنع للسيراميك في إفريقيا موجود في ولاية باتنا. دشنه السيد عبد المجيد تبون في عام 2015 عندما كان وزيرا للسكن، كما ستشاهدون وتسمعون ما يقوله هذا المواطن حول هذا المصنع الضخم. السيراميك لا داد دو سول ها هو المصنع يا جماعه اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا يا جماعه المصنع، الرجاء منكم بارطاجيو باش تشوفوا يا جماعه لا سيراميك سر نجاح سيراميك. كنا نشوفوا في لاباط، كنا نشوفوا في لا ماتير بريمير. شوفوا المصنع يا جماعه، هذا مصنع من المصانع نتاع تيكنو سيرا للاخوه دلندا اللي بكل صراحه هما مشكورين يعني على العمل تاعهم. تشوفوها، شوفوا يا جماعه تبعوا مليح وراحين تشوفوا يا جماعه راح نفاجئكم وشكون اللي دشن هذا المصنع. شوفوا مليح يا جماعه، تبعوني مليح، تبعوا مليح. هذا هو المصنع يا جماعه اللي راكم تشوفوا فيه، كبير بطبيعه الحال وعندهم يعني زوج مصانع وراهم يفكروا في مصنع ثالث. هذا وصلنا لاكارت، شوفوا يا جماعه التقنيات، وصلنا كارت بوليس او لو بوست بوليس هكذا. هذا سيت ان اجون سيكيورتي يا جماعه. السلام ورحمه الله. السلام عليكم خويا، واش راكم لاباس؟ لازم لنا دي باج. نعم لازم لنا دي باج. رانا في زوج. الله يحفظك اخويا انا والسائق. ها هو جماعه لو باتش تاعهم فيزيتور يا جماعه، الرجاء منكم تبارطاجيو لنا يا جماعه. يلا توكلوا على توكلوا على الله. شكرا. توكلوا على ربي ان شاء الله باش نشوفوا. شوفوا يا جماعه تبعوا معنا. ها وكذلك مدارين ما اطلع على الاخر. شوفوا يا جماعه الله يبارك يعني بلادنا وين وصلت يا جماعه. شوفوا بلادنا وين وصلت. الرجاء منكم يا جماعه تبارطاجيو. صدقوني قلت لكم هذا لو جاء التوانسه اللي داروه ولا المغاربه اللي داروه ولا المصريين اللي داروه ولا الاتراك، اقسم بالله راهو تيكسبلوز البارتاج، راهو تيكسبلوز. احنا دائما حاجه بلادنا يعني كما نقولوا احنا وكانه حاجه بلادنا ما نحبوهاش. رجاء رجاء مره اخرى بارتاجيو. هذا هذا هو يا جماعه هذا التكنو سيرا. ها هو راه تشوفوا فيه، راكم تشوفوا فيه يا جماعه. بدنا التكنو احنا وصلنا للوزيد تاعو. طيب
هذا الوزير راح نشوفوه يا جماعه. قلت لكم هذا اول مصنع. هكذا الاخ ياسين مرحبا. قلت لي هذا اول مصنع صح؟ اول مصنع هذا صح. اول مصنع ايه هذا اول مصنع وكان ثاني هو ليب ستايل راهو قدام شويه صح. وعندنا النوتر اللي يخدم لو ديكور سيتيرا سيتيرا. المتابعين الكرام دعونا نشهد جمال الجزائر الكبير والصحراء الجزائر الكبرى كما تشاهدون هذه الواحات والبحيرات في الصحراء الجزائرية الكبرى وهذه في منطقة المنيعة. سبحان الله متابعين الكرام شهدوا جمال بلادنا الجزائر في الجنوب الكبير.